العقل الذي به عبد الرحمن وبه تكتسب الجنان وبه يثيب الله وبه يعاقب الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق قبل خلق الكون وقبل خلق الماء وقبل خلق المواد وقبل خلق الذرات خلق العقل، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال الله سبحانه وتعالى إني ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى هو العقل، بك أثيب وبك أعاقب، هذه هي القوة العقلية. إذا واحد تمكن أن يحكم هذه القوة في بقية القوى، تمكن يحكم القوة العقلية في القوة الشهوية، اتمكن يحكم القوة العقلية في القوة الغضبية، يسعد في دنياه وآخرته. وإذا ما سوى هذا الشيء والعياذ بالله يشقى في دنياه ويخسر أيضا حياته الأبدية، مو الحر وحده،